السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نوجدوا واحد الحلوة ديال الهلال اللي كتكون مفندة بسكر كلاصي. صراحة كتجي لذيذة بزاف وبمكونات بسيطة. كنحتاجو كاس ديال الزيت، نصف كاس ديال السكر كلاصي، يعني كاس واحد كنديرو بيه كنعبرو بيه، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر كلاصي، راس المعلقة ديال الخمارة، وعندنا ساشي ديال الفاني، وعندنا 125 غرام ديال الزبدة. يعني هاد الزبدة انا كنقسمها على جوج، هكا نقسمها واحدة تجيبوها تقسموها على جوج. بغيتو ديرو كمية كتيرة غادي ديرو هادي كاملة وغادي تدوبلو المكونات. وعندنا دانون ديال درهم واحد بنكهة الفاني، والدقيق حسب الخليط. غادي نبداو على بركة الله نكملوا الطريقة. عندنا الزبدة بحرارة المطبخ، يعني كنجبدوها قبل من الثلاجة. غادي نضيفو الساشي ديال الفاني ونضيفو نصف كاس ديال السكر كلاصي. بسم الله. دابا الجو بارد، داكشي علاش الزبدة شوية مجموعة. هاد الحلوة كتجي هشيشة رطبة وزوينة، ساهلة بالزربة كتوجد، ومكونات بسيطة. نضيفو الكاس ديال الزيت، نضيفو هاد الدانو
نبدأ نضيف الدقيق، نضيف الخمارة، عفوا ماشي الخمارة، غير راس معلقة، نزيد لها شويه دابا غادي ندهنوا الطاوة بشوية الزيت. بعد ما دهنت الطاوة كيف قلت لكم شوية الزيت، غادي نبداو نشكلوا الحلوى. الحجم اللي بغيتو، thank you.
كنبقاو نشكلو فيه حتى كتقاد لينا مزيان على شكل الهلال، وكنكملو العجينة ديالنا على هاد الشكل. وكنسخنو الفران قبل، انا طيبت فيه الخبز، الخبز كيطيب وانا خلطت هاد الحلوى باش يكون الفران قبل سخون، وغادي ندخلوها طيب على خاطرها حتى كتبان لينا تحمرات شويه من التحت، وكنهبطوها شويه تحمر شويه من الفوق، يعني ما كنحمروهاش كنخليوها شويه بيضه. غادي نوريكم كيفاش تكون، وغادي نكملوا على هذه الطريقه حتى للاخير. هذه هي الكميه اللي عطاتنا، غادي ندخلوها للفران طيب ونشوفوا النتيجه النهائيه. كيف كتشوفوا انا خرجتها من الفران، انا الجناب كي الفران طاوه كتحمر لي هاد الجناب والوسط. كيف كتشوفوا خاصها تبقى بحال هكا، راه غير ما كتبانش مزيان مع الضو، راه بحال محمره شويه واحد. غير ما عرفتش مع الضو ما بيناش مزيان، هذا هو التحمار اللي كيكون زوين هكا. اما شفتو انا الجناب بحال كي تيتحرقوا ليا شويه، باقا سخونه هكا، ملي نخرجوها من الفران باقا سخونه غادي نفندوها في سكر كلاصي وكنحطوها في الطبسيل ديالنا حتى كتبرد. كيف كتشوفوا مازال سخونه، يلا خرجناها من الفران نيشان، كنبداو نفندوها هكا في السكر كلاصي وكنقدموها في الطبسيل حتى كتبرد. كيف كتشوفوا الحجم اللي بغيتو، انا راه درت نص كبير شويه ونص صغير، يعني بحال هادو راهم كبار باش يبان لكم الشكل اللي بغيتو ديروه اللي كيعجبكم، يا اما كبير بحال هكا اولا صغير بحال هادو اللي درت صغار شويه، يعني الشكل اللي الحجم اللي غادي يعجبكم هكا، يا اما كبيره شويه يا اما صغيره، لكم الاختيار. المهم غادي نكملوا على هذه الطريقه، ونتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش دعم القناه بالاشتراك وجامل الفيديو والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، والى اللقاء في وصفه اخرى. كيف كتشوفوا صراحه كتجي لذيذه بزاف وكتجي هشيشة صراحة، حتى تذوقوها حال غادي تحكموا صراحة، كتجي زوينة بزاف، نتمنى تجربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. هذه هي النتيجة النهائية، هذا هو الشكل الاخير ديال الحلوى اللي وجدنا.